أوصى بها الراحل؟ يا ريت نتحدث عنها أستاذ علي. يعني خليني أقول لك أنه أنا يمكن كنت أكثر الناس تواصلاً مع الأستاذ مؤيد البدري حتى عام 2015. نعم. هو العام اللي غادر بي إلى اسكتلندا حتى يكون قريب من عائلته يعني للرعاية وللتطبيب ولغيرها. كنت على يعني تواصل دائم معه حتى في السنة الأخيرة لوجوده في قطر كان وضع صحي لا يسمح حتى بالكلام. وكان آخر لقاء إلى مع عراقيين كان معي ومع الدكتور حارس محمد، ذهبنا معا لزيارته وكان هنالك صعوبة حتى عائلته استصعبت اللقاء بي، لكن نظرا للحظوة الموجودة لدى يعني لدى البدري قابلنا وبالكاد كان يتكلم. أتيحت لي فرصة عام 2008 وأنا نشرتها اليوم في تقرير إلي على قناة بين سبورتس RCB الراحل مؤيد البدري، بعظمة لسانه يقول مؤيد البدري في افتتاح التقرير، ويمكن العودة إلى التقرير، بعظمة لسانه هو يتحدث لي يقول أتمنى أن أعود إلى العراق وأموت وأدفن فيه. حلو. بعظمة لسانه قايل هذه تقدر تشوف صفحتي على الفيسبوك وشوف التقرير، والتقرير موجود الآن يعرض في كل النشرات المتتالية. حلو. على قناة بين سبورتس. لكن قرأت اليوم في موقع وزارة الشباب والرياضة أنه هنالك اتصال تم بين رئيس الوزراء وعائلة البدري وأنه هو كانت وصيته أن يدفن حيث يتوفاه الله. أنا ما أعرف شنو اللي جرى بين 2015 أو بين 2008 وما الذي تغير بهذه، والله هذه ما أعرف، يعني ربما تفاجأت من قرية الوصف. طبعا طبعا تفاجأت في هذا الموضوع، لكن أنا أتحدث هذا التصريح صدر من الأستاذ البدري عام 2008، يعني ربما جرت مياه كثيرة كما يقال في كل هذه السنوات، وربما تغيرت بعض الأفكار. السر ربما يكون عند يعني الست أم زيدون أو الأخ المهندس زيدون في هذا الأمر. لكن التواصل بينكم وبين أنا عندي تواصل منذ الصباح اليوم حتى يعني الخبر كان عندي، لكن إحنا أنا تريثت شخصيا في إذاعة هذا الخبر وفي نشرة على صفحتي، لأن الناس كانوا في حالة يعني حالة من الصدمة لهذا الأمر، وتدري هم في غربة وما عندهم أحد، فكانوا يحاولون أن يجمعون شتات أفكارهم لمعالجة الموقف، لمراجعة مستشفى، لاستكمال أوراق تتعلق بوفاته. هذا اللي صار، لكن بالمقابل مؤيد البدري شخصية عامة وشخصية محببة لدى العراقيين، وخبر رحيله لا يمكن أن يخفى، يعني يخفى ساعة أو ساعتين لكنه لن يخفى أبدا، ولهذا انتشر كما يقال كانتشار النار في الهشيم. وأنت شفت ردود الأفعال اليوم أبو حسين، اليوم كان استفتاء حقيقي لواحد من الشخصيات العراقية، استفتاء حقيقي، استفتاء لا زيف فيه ولا رياء ولا فيه مصلحة ولا فيه محاصصة. الرجل غادر العراق عام 1994 وهو يعني يعيش في الغربة، حتى يعني كثير من الناس الذين لم يعايشوا أو يجايلوا مؤيد البدري عرفوا أثر مؤيد البدري وعرفوا قدره، سمعوا وتابعوا، نعم، فحزنوا لحزن عائلته ولحزن من عرفه مؤيد البدري وكان محيط به يعني كالحواريين بالنسبة لي مؤيد البدري. القضية كبيرة، لكن أنا أعتقد بكل الأحوال يعني هاي مسألة شخصية، أنا تفسير الشخصي أنه العراق دائما ينزف، مثل ما قال دكتور نزار العراق ينزف، ونحن يعني نتأخر دوما في السؤال عن قاماتنا وعن مشاهيرنا وعن نجوم. هذا السؤال كتبته، ليش بعد الموت نتأخر كثيرا يكون عندنا النجم؟ خليني ألخص لك الأمر أبو حسين، أريد تلخص لي بعد أنا أخذ هذا الاتصال.